في نفس سياق وارتباطا بتلقيح التلميذات والتلاميذ والاهتمام الذي تريه الأكاديميات لهذا الموضوع، نتوقف مع نموذج من مدينة تيزنيت ويقربنا أكثر من هذه العملية، مهدي رحيوي المندوب الإقليمي للتربية والتكوين بتيزنيت، وحوره الجارح أبو سالم وكريم بوخو. طبعا المديرية الإقليمية تيزنيت كباقي مديريات الجهة باشرت العمل أو التهيئ لهذه العملية هذه تحت إشراف السيد مدير الأكاديمية على مستوى الجهة، وبتنسيق وتحت إشراف مباشر ديال السيد العام لإقليم تيزنيت اللي بهذه المناسبة كنشكروه هو السلطة المحلية والسلطات الصحية لهذا التنسيق هذا اللي الحمد لله بانت النتائج ديالو في هذه اليومين الأولين ديال عملية التلقيح. فيما يتعلق كلفنا نحن على مستوى المديرية بتهيئ الفضاءات، وتم اختيار 4 ديال المراكز على مستوى الإقليم تختاروا كالتالي: ثانوية تأهيلية المسيرة الخضراء في الجامعة الترابية لتيزنيت، ثانوية أرجان في التأهيلية الجامعة الترابية لتيزنيت، ثانوية بن خلدون في مركز دائرة أنزي، والثانوية الجديدة في مركز الدائرة الترابية تفرعت. لماذا تم اختيار هاد جوج ديال المراكز توطينهم في الجامعة الترابية تيزنيت؟ لأن الجامعة الترابية تيزنيت كتجتمع على ما يزيد على 52% من الفئة المستهدفة، وبالتالي الطلب غادي يكون كبير ولا بد من مواجهة الطلب بإمكانيات تمكننا من تلبية هذا الطلب. المراكز هذه تم الاختيار ديالها، تم تهيئها على الشكل التالي: فضاء استقبال، فضاء ديال التلقيح، قاعة ديال الاستراحة، وهادو كل طبعا مع مجالات ديال الانتظار اللي كتحترم الشروط الوبائية. عملية ديال التحسيس قمنا بها في أوانها وبرسائل واضحة بسيطة اللي يثلج الصدر، هو استجابة الأمهات والأباء من اليوم الأول، بحيث يعني صاحبوا بناتهم وأبنائهم، وكنا كنتلقاو قبل هذه البداية ديال هذه العملية هذه كنا كنتلقاو يعني استفسارات ديال الأمهات وديال الآباء وكيسولوا على التاريخ ديال الانطلاق ديال هذه العمل.